أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية أن الممارسة العملية أثبتت أن الأطر القانونية هي الحل الأمثل والناجح لمعالجة وتطوير القطاع العقاري. وأوضح معاليه أن القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري ومع مباشرة العمل بأحكامه وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري قد أضفى قوة وثباتا واستقرارا إلى السوق، لا سيما وأن المؤسسة التي تحظى بدعم جلالة الملك المفدى ومساندة سمو رئيس الوزراء المقر ومتابعة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وفي سبيل جهودهم لتنظيم هذا القطاع. جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بافتتاح الدورة 11 لمعرض البحرين الدولي للعقارات بايبكس 2018 الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية لغاية 3 من الشهر الجاري. وبهذه المناسبة فقد أشاد معاليه بالجهود التي تبذلها جمعية المهندسين البحرينية في جعل معرض بايبكس أحد أهم وأبرز الفعاليات على خارطة صناعة المعارض المحلية القادرة على اجتذاب أبناء دول المنطقة إلى البحرين من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري الذي بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي التي حتى النصف الأول من العام الجاري بنسبة تفوق 4%. كما أثنى معاليه على اختيار المنظمين للموضوع الرئيسي لمعرض بايبكس هذا العام الذي يحمل شعار هيكلة مستقبل العقارات في مملكة البحرين، كونه يأتي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري هيكلة جذرية تهيئ لمستقبل مبني على أساس صلب ومتين من النواحي التشريعية والإدارية بما يضمن حقوق جميع الأطراف المتعاملة فيه. وقال معاليه: لقد بدأت عملية الهيكلة تلك منذ أن استطعنا وبقوة القانون اعتبارا من العام 2014 معالجة ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، فكان هذا التحدي بمثابة الفرصة التي فتحت لنا آفاقا واسعة من أجل المضي قدما في خطوات تطوير وتحديث القطاع العقاري برمته. وتابع معاليه قائلا: يسعدني في هذا الصدد أن نعلن عن موافقة اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية في اجتماعها الذي عقدته يوم أمس عن إنهاء حالة التعثر أحد المشاريع التطويرية العقارية التي كانت تتابعها، وهو مشروع سيتي فيو، وذلك بعد التزام الشركة المطورة للمشروع باستكماله وشروعه مؤخرا بتسليم الوحدات إلى ملاكها. على صعيد ذي صلة، أعلن معالي الشيخ خالد بن عبد الله إصدار أول رخصة خلال يومين من تقديم الطلب للترخيص بواسطة نظام بنايات الذي تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشينه في الملتقى الحكومي 2018، وهو عبارة عن نظام لإصدار رخص البناء في المناطق المخططة في أقل من 5 أيام. وفيما يتعلق بحركة تراخيص البناء الاستثماري الصادرة عن المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فقد أكد معاليه أن حركة الطلبات الصادرة قد شهدت ارتفاعا بنسبة تقدر بحوالي 10% حتى نهاية أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال معاليه: لقد ساهم العمل بمبدأ تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير في تدفق رؤوس الأموال، ما منح قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في البحرين خلال هذا العام دفعة قوية عززت من وضعه. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع نسبة الاستثمار في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية بنسبة 6.7%، لا سيما وأن هذا القطاع يشكل حوالي 7.5% من مجمل النشاط الاقتصادي المحلي العام. من جانب عرب الدكتور ضياء توفيقي رئيس جمعية المهندسين البحرينية الجهة المنظمة عن شكره وتقديره لتفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بافتتاح بايبكس 2018، مؤكدا ما لدعم معاليه المستمر لهذا المعرض منذ انطلاقته الأولى عام 2004 من أهمية حققت للمعرض استمراريته وجعلته أحد أبرز التجمعات العقارية على مستوى المنطقة.
في كل نسخة من نسخ معرض البحرين الدولي للعقارات تقطف عظيم الاستفادات، ويرى ذلك التنشيط الفعلي لأرقام سوق العقارات في البحرين وما ينتج عن ذلك من إحلال فرص واعدة للمستثمرين وشركات التنمية والمؤسسات المالية والقانونية، فضلا عن إتاحة المجال أمام المستهلكين لمعاينة المشروعات ضمن بيئة مفتوحة. تنظيم هذا المعرض سنويا في مملكة البحرين يعكس متانة السوق العقاري في البحرين، يعكس اهتمام المستثمرين بالعرض في هذه المعارض والاستثمار في البحرين، ولله الحمد رأينا عدد كبير من المشاريع قيد الإنشاء أو قيد الدراسة. بالرغم من بعض التحديات في السوق، إلا أننا استطعنا أن نجذب أغلب المطورين الرئيسيين في البحرين. جذبنا أيضا عارضين من خارج البحرين. أكثر من 40 شركة عارضة وما يزيد عن 100 مشروع أخذت لها حيزا وفيرا داخل مساحة معرض البحرين الدولي للعقارات بطبعته 11، الذي فتح أبوابه للمختصين والمهتمين تحت شعار هيكلة مستقبل العقارات في مملكة البحرين، باعتباره واحدا من أبرز التجمعات العقارية على صعيد دول المنطقة. السوق العقاري البحريني أثبت في هذه الفترة اللي طافت أنه هو من أفضل الأسواق الناشئة في المنطقة، والحمد لله حسينا أن سوقنا وايد كان مستقر مقارنة بالأسواق اللي حوالينا. طبعا صعود العقار في البحرين كان باتزان، هاي بفضل حكمة وقيادة القيادة الرشيدة، أن كانت عندهم سياسة ما يكون عندنا طفرة وما يكون عندنا ارتفاع غير مقبول في الأسعار. حاولنا من خلال مشاريعنا أن احنا نضيق هذه الفجوة ونقللها بطرح ما هو بحاجة له السوق العقاري البحريني في المقام الأول، وبعد هذا اللي هو الطلب العالمي الخارجي الاستثماري. احنا دائما نعتبر هذه المعارض يعني فيها استفادة كبيرة منها. طبعا الزوار اللي بيجونا من البحرين ومن خارج البحرين هذه بعد ايضا فرصة، واحنا عندنا مشاريع يعني تفاعل مع القطاع الخاص جدا مهم، مع المستأجرين جدا مهم، فبالتالي الاستفادة كبيرة. 3 أيام المعرض كفيلة بتكوين الصورة البديعية اللافتة أمام القادمين له من داخل البحرين وخارجها عن مجال يلعب دورا أساسيا في معادلة الاقتصاد البحريني المتنوع، وهي كفيلة أيضا بتبيان جودة ومتانة مشاريع البنية التحتية لمختلف الاستثمارات التي دخلت سوق المملكة وأبت إلا البقاء فيها. حداثة حلت على جسد مشاريع عقارية اختلفت بالشكل والمضمون الذي أقيمت عليه لتقدم نفسها أمام الباحثين عن الغرابة والأناقة في التصميم. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.